أهلا بيكم في قراءة أخطر كرت. هنعمل دلوقتي رسالة من حبيبك أو من شريكك، أيا كانت طبيعة علاقتك بيه، سواء أنتوا كنتوا موجودين مع بعض منفصلين، أيا كان نوع العلاقة. حط شخص في دماغك وهناخد لك رسالة منه ونشوف هو عايز يقول لك إيه، حتى لو كان كراش، يعني الشخص اللي أنت هتحط نيتك عليه. فأتمنى أن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله. القراءة دي هتكون بحروف الشخص اللي انت هتحط نيتك عليه، يعني مفيش احجار، مفيش شموع، مفيش اي حاجة، الاختيار فقط بالحروف. يعني انا هسيب الحروف في اول تعليق، هوزع دلوقتي ونبدأ على طول. تمام، احنا كده معانا 4 مجموعات، وانا هسيب لكم حروف كل مجموعة في اول تعليق. خلينا نرتبهم كده. اوكي، نبدأ باول مجموعة، الاختيار الاول، ونشوف الحبيب عايز يقول لك ايه. هنا children, playfulness, و listen to your intuition, والطاقة العامة ال two of wands. اوكي، انتوا شكلكم مزنوقين مع بعض في العلاقة دي من زمان، يعني ممكن لبعضكم يكون ده زوج والزوج ده مسافر في بلد تانية او في دولة تانية، وبتتكلموا مع بعض فقط من خلال السوشيال ميديا. لبعضكم كمان ممكن تكون دي علاقة ثلاثية وانت عارف، بس لاغلبكم انتوا اشخاص متزوجين، لكن كل واحد منكم في بلد. يعني برضو يجوز انت لو انتوا مش متزوجين، يعني انت مفكر الشخص ده ان هو بيتلاعب بيك او ان هو مش امين معاك، وانت مزنوق معاه في العلاقة دي بقالك فترة طويلة جدا، بسبب ان انت شايفه متباطئ وان هو مش بياخد اي خطوة تجاهك. يعني فغالبا ابتديت ان انت تقفل منه. لو الشخص ده ما بيقربش منك او بعيد عنك، او في مسافات ما بينكم، سواء مسافات جغرافية او مسافات في العلاقة، فانا بشوف انه هنا في اكتر من سبب. اول سبب زي ما ذكرنا انه ممكن يكون في ما بينكم بعد جغرافي. تاني سبب ان الشخص ده ماديا مش افضل شيء، محتاج انه يحس انه افضل ماديا، لانه يجوز حاسس انك ماديا افضل منه بكتير، فعايز يحس ان هو متكافئ معاك، لانه شايف انه محتاج وقت كبير ومجهود كبير علشان يقدر ان هو يوصل لمستواك المادي ويحقق لك الامان المادي اللي انت عايزه. تالت سبب ان الشخص ده عنده مشاكل من الطفولة ومخاوف كتيرة، مخوفاه من انه يدخل في علاقة جديدة، وهو مزنوق في الفكرة دي من زمان وعايز يحقق التوازن ده. طيب الشخص ده رسالته ليك ايه؟ بيقولك انا مفيش حد غيرك ولا حاجة، حتى لو انا بعيد عنك، لكن انا بفكر فيك ونفسي ان انا اقدم لك العالم، لكن انا ما عنديش الكتير اللي اقدمه لك، وشايف انه الاشياء اللي انا في استطاعتي ان انا اقدمها لك دلوقتي مش من قيمتك، وانت تستحق حاجات افضل بكتير، فانا مش قادر ان انا اخد خطوة تجاهك، مش قادر انه انا اعبر لك عن الحب، لانه ده قليل جدا عليك، وانا اتكسف حتى ان انا اطلب منك ان انا اخد خطوة، وانا مش في استطاعتي ان انا اخد خطوة جدية تجاهك، لانه حاسس بفجوة كبيرة وبفارق كبير في المستوى المادي والاجتماعي، وده اللي هو بيتكسف انه يواجهك دي. يعني فهمت الفكرة؟ القراءة دي فيها برج الميزان والجدي والحمل، طاقات هوائية ترابية ونارية، مفيش مائية، الترابية هنا أكتر شيء. دي كانت رسالتكم المجموعة الأولى، لو حابين تكملوها بقراءة خاصة ابعتوا على الواتساب، هتلاقوا وسائل التواصل في صندوق الوصف. نروح بعد كده لتاني مجموعة، هانيمون، فليرت،
take action لكوين اوف واند. اوكي في هنا عنده ندية ما بينك وما بين الشخص ده، في ما بينكم موقف عند وخناق، يعني انتوا زعلانين من بعض وكل واحد منكم شايف نفسه هو اللي صح، كل واحد منكم شايف نفسه هو المظلوم وهو الضحية، وفي طاقة كبر متبادلة ما بينكم وحيل بتعملوها على بعض عشان تضايقوا في بعض وعشان كل واحد هو اللي يروح يصالح التاني. بصراحة يعني انا شايف ان انت كعبك عالي على الشخص ده وانت في طاقة الملك او الملكة، فيعني يجوز انه المفروض المرة دي انه انت اللي تصالح الشخص ده. طبعا انت مش مجبر تعمل كده، ولكن دي رسالة اللي طلع لنا، خصوصا كمان انه هنا قال لك تيك اكشن، يعني الملائكة قالت لك كده، فبما انك يعني بيقول لك انت ممكن تكون بتعاقبه اكتر من مرة. هدي لك مثال، ولنفترض مثلا انه انت كلمته ما ردش عليك، جه هو بعدها كلمك فانت ما ردتش، فانت كده عملته بالمثل ورديت له اللي عمله معاك. فلما انت ما ردتش جه مثلا بعت رسالة، فانت برضو ما ردتش على الرسالة لانك زعلان، بس انت كده بتكون عاقبته مرتين مش مرة واحدة. فانا حاسك في الطاقة دي نوعا ما، محتاج انك تكتفي بالعقاب لمرة واحدة، ما تعاقبوش اكتر من مرة. انت شكلك مقموص منه وفي طاقة تكبر عليه نوعا ما، فشوية محتاج ان انت اللي تاخد خطوة تجاهه وان انت اللي تعمل شيء في العلاقة دي، لانه حتى دي رسالته ليك، هو حاسس ان انت بتلعب عليه وانه انت في طاقة عنده وندية وحاطط راسك براسه، حتى لو حاطط راسك براسه ما فيش مشكلة، لكن هو حاسس ان انت يعني لدرجة التكبر ومحتاج شوية ان انت يعني تهدي الامور او تهدي اللعب، يعني لانه حاسس ان انت متكبر عليه نوعا ما. فلو تحب وتحب تتكلم معاه وتاخد انت الفرصة، انا بشوف انه هيكون في ما بينكم فرصة لوقت كويس جدا والامور هتهدأ ما بينكم، وده اللي هو عايزه. يمكن لو ما بيتواصلش معاك فيكون هو ده السبب يعني. فبصراحة دي رسالة ليك. في هنا برج الدلو مرتين، برج الاسد طاقات نارية كتير جدا اكتر حاجة وهوائية، وممكن برضو برج القوس خدوه معاكم. فدي كانت رسالتكم المجموعة التانية، لو حابين تكملوها بقراءة خاصة ابعتوا على الواتساب، هتلاقوا وسائل التواصل في صندوق الوصف. ونروح بعد كده للاختيار الثالث، make the effort it's safe for you to love no Two of Cups. جميلة القراءة دي، حلوة. اوكي انت قافش على الشخص ده، انت حاسس ان هو توأم روحك، ممكن تكونوا انتوا اصلا توأم روح بالفعل، لكن في مشكلة او خلاف صغير ما بينكم، فالملائكة بتقولك انت محتاج ان انت تدي للعلاقة دي فرصة. وفي رسائل بالفعل بتجيلك واحلام بتجيلك، يمكن انت بتحلم بالشخص ده، فبيقول لك ان الشخص ده يستحق الحب وبيحبك جدا حب غير مشروط، والافكار السلبية اللي انت حاططها في دماغك دي مش صح. بيقول لك ادي للشخص ده فرصة وامان ليك ان انت تحب. انت شكلك عندك خوف من الوقوع في الحب او متردد في حبك تجاه الشخص ده، فمحتاج شوية ان انت تبطل تردد وتدي فرصة لنفسك وللعلاقة دي. بيقولوا لك امان ليك ان انت تحب، افتح قلبك وروحك لطاقة الحب الكبيرة. الشخص ده بيقول لك انا شايف ان انت صارم وجد قوي معايا، انا بحبك وعايز ان انا اكون اسرة معاك وعايز ان انا اتزوجك ويكون في ما بيننا ترسيم للعلاقة، انا بحبك بشكل كبير جدا وبحبك كمان حب غير مشروط، فاتمنى ان انا اخوض الفرصة معاك، اتمنى كمان ان انا ارسم العلاقة معاك ويكون في فرصة ما بيننا في العلاقة دي. فأنا بشوفك أنت اللي متردد نوعا ما وخايف تخوض الفرصة دي مع الشخص ده، فما تقلقش، يعني الشخص ده عايز الزواج وبيحبك جدا وعايز ترسيم العلاقة، لكنه حاسس أنه أنت اللي صارم معاه.
بصراحة أنا مش ظاهر قدامي هنا غير برج الدلو بس، فخدوا برج الدلو، وفي طاقات مائية وترابية وهوائية، مفيش نارية، بس برضو يعني مش ضروري. فلو حابين تكملوا القراءة دي بقراءة خاصة ابعتوا على الواتساب، هتلاقوا وسائل التواصل في صندوق الوصف. نروح بعد كده لآخر مجموعة، هنا بيقول لك True Love، Past Life Relationship، Be Assertive، ال Seven of Pentacles. ممكن تكون لبعضكم دي توأم شعلة أو حاجة، لأنه هنا كمان قالك Past Life Relationship، ومن الواضح إن انتوا الاتنين مستنيين بعض من زمان. كمان قالك هنا True Love، انت بالفعل قابلت شريك حياتك وانتوا الاتنين بتحبوا بعض حب حقيقي يعني، فبما انكم في انفصال وتباعد ومراقبة ومستنيين بعض، فممكن اكيد مش كلكم يعني، لكن لكتير منكم هتكون توأم شعلة. بشوف ان في ما بينكم تخاطر قوي ورهيب، الشخص ده حاسس، ممكن تكون كمان انت على فكرة الهارب مش المطارد، ممكن تكون انت الهارب لو دي توأم شعلة. الشخص ده بيقولك انا حاسس ان انا خسرتك، بفكر فيك طول الوقت وبتخاطر معاك وبدعي ربنا ان هو يجمع ما بيننا مرة اخرى، انا بفكر فيك وببص عليك، صحيح عارف ان في حواجز كتير في العلاقة، لكن انا يعني واضح معاك وضوح الشمس وببص عليك، واتمنى ان انا اكون قريب منك، اتمنى ان احنا نرسم العلاقة دي، واتمنى ان يكون في ما بيننا زواج واطفال. فهو بيقولك انا بحبك قوي وشايفك الشمس، شايفك مصدر الدفء، مصدر الطاقة، مصدر الحنان، ما اتمناش ان انت تبعد عني، وانا زعلان على البعد ده وزعلان على خسارتك، بحبك بصدق وبتخاطر معاك وبدعي ربنا انه يجمع ما بيننا مرة تانية، فانا بحبك بشكل كبير ومنتظرك من زمان، ومستعد ان انا انتظرك كتير، ما عنديش اي مشكلة في ذلك. في هنا برج القوس بس طاقات نارية وهوائية وترابية، ما فيش مائية، وبرضو مش ضروري. فاللي منكم حابب يكمل القراءة دي بقراءة خاصة ابعتوا على الواتساب، هتلاقوا وسائل التواصل في صندوق الوصف. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.